يا اخي الجن مستحيل من المواقع يمكن كبروا لدك كبروا لدك والله كنا نتقهوى كانوا يجون شيبان كم عمرك كبر الغليب تستحقر نفسك سانت من السنين شايب جالس سانت من السنين قام كان يناظر منه كلهم شيبان اصغر واحد يعني فيك انت تصب القهوه قال كبر الورع ذا ودك ترد بس ما الوضع ما يسمح وضع اضطراري القوات الخاصة جنبك يا أخي والله في أشياء حلوة من المواقف اللي مرت بي أذكر مرة يا أخي صغير ملقوف كنت ملقوف سارق سيارة الظهر أخوي تعرف أول ما واحد يسرع المهم هسترت بواحد ثاني يبغى يلف كل ما لف أنا قاعد أحده وأنا مدري ولابس نظارات ما أشوف ويوقف قدام يوقف السيارة قلت هذا إيش عنده لا استغفر الله اللي أنا اللي أنا مسويه عند أخويا قوي هي يا أبوك يا وأجي قدام سيارة أوقف هو مع يارس وأنا كمان الله مدري إيش اللي ماخذ سيارة أخوي الظهر كامري أوقف قدامه بنزل أصفقه ألزم الرجال برقبته وانزل هو خلاني لين نزلت يوم نزلت وينزل ذاك الرجال اللي لا اله الا الله كنا مجلس 4 في 4 لا اله الا الله وعياله معه بس قلبي كذا كفين وركبت من بعدها تبت فدائما لا تتفلت انا شاد مره ما يتوب الواحد ايش خلك يا اخي شوف الحين لا مريت مثلا في واحد بدون ما كسواق مثلا ما تقلب ما يقول لك شيء يمشي في طريقه خليك زي كذا انا اشهد ما يتوب الواحد والله من امور واجد الا من المواقف الرجال يضرب ينضرب يبو طبعا انا كله انضربت يقول ما قد ضربت خليني بعلمك يقول هذا واحد انطعمك الله يذكره بالخير يقول كان على سطحه ويروح يودي مشاوير يقول فوقف لي عند مطعم يقول اجلس وافرش لي الصماط يقول فاقوم اغسل يوم جيت انا باكستاني جاهز الله يذكره بالخير يقول يوم جلس قلت جيت قلت قم هذا مكاني قال لا قلت يا اخوي قم المهم قلت منزل بعض الطلب وكذا المهم يتعامت وياه المهم يقول عطني سقني بذاك المخمس اللي يقول ما عاد احتلته ما ادري شو اسوي يقول شلني رفعني من الارض يقول عطني مهدني في السماء يقول ما عاد احترقت يقول ما عاد تغديت يقول لا معي في سطحة عزبة فيها عيد النشي يقول انتظري برا يقول يوم قد طالع يوم طلع يقول فخلي السطحة تمشي يوم قد زب فضر بي في علبة يقول كان عسلني على كبدي قال انت هرمة تعال اذا انت رجال وقف يقول قلت لا والله ماني برجال لكن خلي كبدي تبرد لو راح لاقي الغبينة والمرارة والمهونة والوهن يذوقها كلها اي والله والوجع يوه اذكر الله يذكره بالخير عندنا مدرس ما ادري هو حي ولا مات يا اخي دبلة سبدي مادته كيمياء وانا اصلا وش النظام عندنا اول علمي وشرعي يخيرونك الى ذا الحين علمي ولا شرعي الى ذا الحين صح ما ادري والله ويجي يسجل اسمك والامور بسيطه بدل ورقه ينزلها تحت ما اصلا التحضير كله بورا مضبوط الظاهر ما يمن. المهم ويجيك مدرس الكيمياء يا اخي راسب مادته راسب عرفت بيته قبل الاختبار اختبارات نهائيه ذيك الايام خلاص الفصل الثاني يا استاذ محمد يا بالحلال انت كحطاني احنا بن عمرو وباقي الله يشغلك رح بيوفقك الله وصرفني ورحت سبحان الله يوم جاء اليوم الثاني اللي هو المراقب علي في الاختبار يا هلا يا مرحبا لا احد يغش يا شباب لا احد يغش جالس انا وكلهم عاد احنا كنا ثالث ثانوي وكان النظام ثالث ثانوي واولى ثانوي يعني كيف الصف يصفون صفوف اول ثانوي ثاني ثانوي لا ما يصفونهم كذا ثالث واول مع بعض الفصل الثاني مثلا تلقى ايه ثاني واول مع بعض اولى وثالث زي كذا
اول ثاني ثالث لا أو كذا احنا كنا اول يلخبطونهم هم ما يبونهم مثلا احنا انا كنت على الجدار وحاطين قدامي واحد طويل عشان ما كل الطرق مغلقه وين حاطيني مع الباب يعني من يوم يدخلون كنت مشكيهم من يوم يدخلنا اشوف قدامي على طول بعض الطلاب بذر شرواي المهم الا هو داخل وانا اللي يا اخي كاني مبشر بولد هو اللي بلش فيني ومر الوقت مر كذا تلفت يعني طيب استاذ ما السؤال هذا ما عرفت اقراه بالله تعال اقرا لي ما انت بي تقربه اي انا ابغى الزم الرجال قال له يا اخي كل شيء عندك واضح قلت لا لا بس انا ما فهمت ما فهمت تعال فهمني وهو اللي يجي كذا يا شباب عينكم في الورق لا احد يناظر قلت لي لا احد يناظر وانا ناظر اللي وراي لا تناظر لقطت جاب وخذيتها وسجلتها قلت طيب هذه غلط هي صح وخطا قلت لها كويس واسحب كذا وبدل الماده قال لا حول ولا قوه لك يمسك ويحل الورقه باقي سؤالين لاني انا باقي لي 28 درجه عشان انجح هو ما يبغى يتجمل فيني يبغى يفكه مني باقي سؤالين قلت طيب تجمل باقي سؤالين قلت والله ما حللك لا شباب لا احد يناظر سؤالين فكها الله مني فكني الله منه وانجح بمقبول واجد مشت الايام مشت الايام سبحان الله والحين والله اني ادخل مدرسه تهل العبره ببكي لا اله الا الله يا اخي اقسم بالله ان اجمل ايام حياتي اللي عشتها في المدرسه الحين انا امر اقول يا حظ اللي يدرسون دراسه ايام بالله ما تنسى انا ايام المتوسطه والثانويه لان اكثر ايام النحشات كانت ثلاث متوسطه ثلاث ثانوي سبحان الله ايام ايام لان سبحان الله ما عندك فرامل ما في ياخذ راحتك ما في كان عندنا واحد هم اللي ياخذ راحته تدري من هو اللي ما عليه شرها بعلمك انا من المواقف في واحد مشهور طويل اسمه عبد المحسن الاحمري يا اخي طويل كان معنا يدرس معنا الله يستر علينا وعليه ما درس معك محسن انا عبد المحسن هذاك طويل ما شاء الله عليه يا ولد طويل 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 صدق يعني يمكن يوقف يصل لمبه هذا راسه طويل ما شاء الله تبارك الله اي ولد ما تدري جنبه المهم هو صفين كذا بعدين سيب حاطينه في النص بعدين ثلاثه بعدين طريق بعدين اثنين فهمت مضبوط طاولات هو وين حاطينه في الطريق فانا جيت ذاك اليوم ابغى اتفلت عليه انا اكثر واحد يتفلت وينجلد اهم شيء رجال يضرب ينضرب اهم شيء ما تك ما تذل جيت واشق العلبه منه هو طويل ما شاء الله ماشي يصيدك والله ما تروح خطوته سريعه هو ابليس ما ابليس ما لقى له ترى في طلاب وايد بس ابليس اختاره فانا مسوي ظريف تعرف في طلاب جدد وكذا وهو ما ادري ايش حاطينه وعاد جزاه الله خير اذا رقد يعني ما شاء الله يرقد على الطاوله اصلا ما تشوف الطاوله تشوف انسان نايم بس في دواصل لاخر الفصل ما شاء الله طويل يا اخي المهم شق هذا شقيتها ارش قال والله اذا انت رجال رش هو قال ولا ما قالها وانا اللي امسك المويه وارسم له ورده هنا عرفت خلاني لين خلص وخلاني الحاج شوي مسكني هو واقف تعال خطوته ما شاء الله ما شاء الله انا الحاج طيب قلت يا اخي احترم النحشه مسكني منها اي والله انا تعرف ذاك نزلني هذا اللي صار لي سكني على دورة المياه وقفني قال ورد هجلة بعدين نزل كذا نزلني خذ طشاش المويه شش لين خلص قال الله انقلع يا ولع يعني جزاه الله خير يمكن جزاه فيك اي نظفني جزاه الله خير من عقب انا خلاص تبت صرت صديقه توبه طيب اي خلاص توبه من هذا لا خذ خلاص من هذه الكائنات طيبة صرت اروح خلاص بعد الحركة هذه لو اتفلت عليه ابغى اوريهم قوتي خلاص يا ولد هذا صرت اروح معه واجي ما هو بناطح الا ربع الملعب يشلني اشوف حولي هذا ما هو بناطح الا ربع كنت ملقوف بس اني كنت عاقل حلو يعني ما كنت احب الخير يعني اي احب الخير في ابي يعني الحمد لله اهم شيء الخير اهم شيء هذه من المواقف اهم شيء ذيك خير هذه مواقف كان عندنا طالب الله يا اخي حبي المدرسة كلها كان عندنا طالب
دابل نسبده مدرس. يا رجل شل سيارته من الصدر. دابل نسبده نص الدام نص الدام نقل مدرس اليوم الثاني. أعلمكم سالفة صارت لي. يا سلام. مرة انحشت في المدرسة. المهم احنا مخططين نفطر. تطلعون وتفطرون. شوي اللي ورانا احنا معنا كرصيدة راكبين مع واحد من يلعب منا ما شاء الله عليه. جاي من طريب. طازج على الرياض. يا رجال النحشة. هذا عمنا جاي من الديرة. اي النحشة هم عادي الباب مفتوح في الديرة. هنا شباب يوم قفل انحش انتم بهايم يقفلون عليكم يا رجال. وقال الكلام انا اتحمس عليه دلوخ يلا قدام طلعنا. المهم وندور نتمشى صبح يا اخي ما عندنا شيء. طيب ندخل ندرس نقعد ندور للظهر لا تبي تروح ترقد ما في مكان روح له. ومشكله الكراسي اللي معنا ما في مكان اول ما في ديوانيات ما في ما كان عندنا ايام النت عرفت تجي تاخذ بخمسة ريال تقعد ما في صار مواقع تدخلها كنا ندخل شات روم هذا المايك لك المايك بعدك نقط عسل كلهم شواكيش اللي كلهم الحاشي المدرسه. المهم احنا تونا بادين نحشه شوي اللي ورانا قاق دوريه تعال دورنا يا تقول حنا في قضيه كبيره ها حنا اصلا حنا بعيد عن مدرستنا في مدرسه ثانيه حنا حولها عندنا ولد عم يبي نحشه بعد تعرف الربع والجماعه نقط الفطور فسحتنا ثلاثة ريال نقط 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 ونفطر نقسمها بين البنزين بين الفطور عرفت لازم ناخذ اكبر عدد من الطلاب مو عشان نحبهم فيهم نبي فلوس نبي الفطور وراي السياره ما يقط له مع سياره هو جاب سياره فاللعبه فيها تهزم فيها تبادل مصالح لا ما فيها قله حياه. المهم ذيك النحشه حنا عند المدرسه دي ما شاء الله من اول عسكري ذاك مجتهد ما شاء الله من حاشين لا والله تونا ما بعد دومنا سعد ما قال اركب هو يركبنا بشنطنا وندخل على مدير المدرسه الثاني اللي ميب لنا يدخل ذاك قال هذا الطلاب لقيتهم من حاشين وجبتهم لك ما تستاهل انا اجيكم مدرسه ميب لنا والله اخر مره استاذ يبونه بس يروح ما تستاهل انا بجيكم انت ما ادري ولا هي مدرستكم هي من مدرستنا احنا نبي يروح بس العسكري عشان تنحاش المشكله العسكري واقف خلاص رح شوف عملك يا اخي واقف ما طلع احنا بلشنا المدير منا والعسكري واقف عند الباب وش سوينا؟ قلنا فصلنا والله ما ادري كل منا عطى فصل الكتب لو فتحها شاف اسم المدرسه بس ما فتحها الحمد لله. هذه اليرموك ذي شوف بي حاتم انا في اليرموك ومدرستي بي حاتم شوي الا جاء المدير الله يذكره بالخير جاب لين طويل يسمعونكم من طلاب لا اله الا الله يسمعون وجلدنا جلدنا قدام العسكري قدام العسكري داخل جوا وجلدنا يا سلام لا اله الا الله والجلد اللي جانا ايدينا خلاص ما عاد تشيل حنا نبي نعلمه بس حنا نخاف المضاعفات لازم تحمل عندنا ذل ترى ما في نخاف مدرس نخاف رهبه المهم جلدنا الين خلاص حاصل قال يلا روح للوكيل كل واحد يروح للوكيل حقه يشوف المدرسه حنا الحين نبغى ندور الوكيل للمدرسه وين ما اعرف اصلا وين مكتب الوكيل ما تعرفون نعطيها سامينا من الخلعه نعطيها سامينا يقعد يدور يا اخي اسمك مو في قلت له كشف عندك خربان يا اخي انجرت قال يا اخي ايش اسمك؟ قلت هذا قال هذا غلط اسمك في الكتاب كذا كيف هذا كذا؟ لا دور اجل في الكشف ممكن الفصل الثاني هذا العسكري واقف لا خلاص قد راح بس احنا بلشنا في ذا الحين نشب لي تبون تطلعوا من عنده هذا بيطلع فصلي الحين عشان يدخل لي فصلي انا لو افتكيت من هذا الحين بنحاش بس هذا مسكني برضه وفكتها راعة في العظام في الركاب جل يا الاعصاب والمخ المهم ويمين يسار ولين جبنا ولد عمنا اللي من الرياض ايوه وطلع يمون على الوكيل قال ترى هذول مو في مدرستنا اي هنا ركبنا يلعب علينا جنا وبذني من وين انت من بحاتم خليك واقف يا مغاطنا يا مغاطنا ولا انتم من الطلابه خلا دار ما انتم تكتبون علينا تلعبون علينا يا مغاطنا دق على مدير مدرستنا
ويدق يقول المدير جيبوه، ويجي جزاك الله خير ياخذني المدير يرسل وكيل ويرسل مدري من ويرسل مدري ايه يفتح لك مدرس ما ادري شو حقه، الظاهر حق الرياض لانه فاضي، رمى الكره عليهم قال يلا خليني اوديكم ورجع اخذ الكره منهم ويلا بسم الله على المدرسه حقتنا. لا عاد لا فطور ولا عذبه. موقف مديرنا والوكيل عجيب، علمناه بالسالفه وقام يضحك. كان كل واحد يروح الوكيل حقه. أنا الوكيل حقي الله يسامحك. من أوله حتى آخره، أضوي قنادي للعزم، حلق بفن.